surat Maryam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ya ain shad. Yaqul rahmanur rahim. Kam da'un zakariyya idza darabu nida an khawi yaqulu rabbini wa ghadal al mu'minina wa ashal ar-ra'sa mushayma wa lam akun bi du'ai rabbi syaqiyya wa innaka mintul mawali mi wara'i wa kana dumrat akhira wa habani min ladun kamaliya yarithuni wa yarithu min ali yaqub wa ja'al rabbi radiya ya zakariyya inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu yahya lam naj'al lahu min qabl samiyya qala rabbi anna yakunu li ghulam wa kana dumrat akhira وَقَدْ وَلَوْتُ مِنَ الْجِبَالِ عِتِيًّا وَقَالَ ذَلِكَ قَوْلُ رَبِّكَ لَيَئِنَّ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا وَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ وَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَمِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا وَرَبِّ وَلِدَيْنِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا وسلام عليك يا مولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا ونقر بالإقدام وريم انتمثت من أهل غام كانا شرقيا واتخذ من دونهم حجابا وارسلنا إلينا الرحمة ونمد لها بشرا سويا قالت إني أعوذ من الرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لك ولك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم يك أك بغيا قال كذلك قال ربك علي قال كذلك قال ربك هو علي عين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا وعملت من دبت به مكانا قصيا فجاء الموضوع إلى أجل النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا ونادى من تحتها ألا تحزني قد جعلك ربك تحتك سريا وأوصي إليك مجد النخلة مساكن عليك رطبا جنيا وقل يا شرمي وقري عين فإما درين من المشكلة أحد وقولي إني نذرت للرحمن صوما ولا أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كان أمك بغيا وأشارت إليه قالوا دعي ونكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعل جبارا شقيا والسلام علي يوم ولد ويوم يموت ويوم ابعث حيا ذلك اسم مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان الا ان يدخل بولد سبحانه اذا قضى امرا وانما يقول له كن فيقول وان الله ربي وربكم فاعبدوا هذا صراط مستقيم واختلف الاحزاب من بينهم وبين الذين كفروا من مشهد يوم عظيم اسمع بهم وابصر يوم ياتون لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وانذركم يوم الاخرة ان قتل امرهم في غفلة وهم لا يؤمنون انا نحن نلقي الارض ومن عليها والينا يرجعون واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا اذا قال لابيه يا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا ابت اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فلم ياتك فتبعني اهدك صراطا سويا يا ابت لا تعبد الشيطان قال إن الشيطان قال للرحمن يسير يا عبد إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال رجل دعنا لأبياء إبراهيم لئن لم تنتهي الأرض فلك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأسألكم ما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا ولما تدعوا ما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وقلنا اجعلنا نبيا وابنا له من رحمتنا وجعلنا له نساء صدق عليا ولقد من الكتاب موسى انه كان مخلصا وكان رسولا نبيا
ونادينا من جل من دور الأيمن وقربنا نجيا وهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا وذكر في الكتاب وذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يمرهن بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضا وذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا وجدنا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن قرسون يدا وبكيا وخلوا من بعدهم قلبنا صلاة ودم الشهاد وسوي القول غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا وأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورت إليهم بعدنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واستغفر لعبادته هل تعلم أن له سميا ويقول الإنسان وإذا ما من ثلاثة وأخر يحيا ولا يذكر الإنسان أنا خلقته من قبل ولم يك شيئا وربك لنحشرنه والشياطين ثم لنضربنه حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيء أيهما أشهد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها سنيا وإن منكم إلا وواردها كان على ربك حدا مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين آمنوا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرى هم أحسن أساسا وريا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أعطنا أولئك من اتخذ إن الرحمن عبدا كلا سألته ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا وادخلوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون به بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا لم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تعزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعبد لهم عدا ونشر المتقين إلى الرحمن وردا ونشر المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشهادة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا اتخذوا السماوات وطرنا منه وانشقوا الأرض وتخروا الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصى الله وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لكم الرحمن ودا وإنما يسرنا في سالك لتمشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكما لكنا قومكم من القرى هل تحسوا منكم من أحد أو تسمع لهم ركزا.